سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم الكفته ديال السردين في الطاجين. غادي نشارك معكم الطريقه ديالي كيفاش كندير ليها. نبداو اول حاجه بالمقادير اللي غادي نحتاج. عندي القزبر والمعدنوس، وعندي خيزو اللي قشرته وقطعته دوائر، وعندي الفلفله الخضراء حتى هي اللي قطعتها دوائر، وعندي كذلك فلفلات حارين. عندي هنايا ثلاثة ديال الطروس ديال الثومة اللي قطعتهم مع أربعة ديال المطيشات. ومن طبيعة الحال عندي السردين اللي غسلته مزيان وخليته تيقطر، وعندي واحد الكمية ديال الشحمة اللي قطعتها في الكرادة، وعندي واحد الكمية ديال الرز، وعندي ثلاثة ديال الوراق ديال سيدنا موسى، وعندي كذلك بصلة مع ثلاثة ديال الطروس ديال الثومة وشوية ديال القزبر والمعدنوس. وعندي العطريه اللي غادي نحتاج فيها الخرقوم البلدي، الكمون، سكنجبير، التحميره، معلقه صغيره ديال البزار، ومعلقه صغيره ديال الهريسه على حسب الذوق، ومن طبيعه الحال الملحه ما نساوهاش حتى هي معلقه صغيره. وغادي نحتاج الهشوار، ومن طبيعه الحال الطاجين حتى هو فاش غادي ندير نصايب الكواري. اول حاجه غادي نبدا بها هي البصله، غادي نطحنها مع القزبر والمعدنوس والثومه. كيف ما قلت لكم الثومه راه قسمتها على جوج، النص غادي نطحنو مع البصله والنص الاخر غادي نطحنو مع مطيشه. صافي، من بعد ما طحنتها كيف ما كتشوفوا معايا ما خصهاش تكون مطحونه بزاف، غادي نردها في الطبسيل اللي كانت فيه. وغادي ندوز باش نطحن الحوت حتى هو بنفس الطريقه. صافي، من بعد ما طحنتو مزيان غادي نضيف ليه الشحمه ونعاود نطحنو مره اخرى. صافي، من بعد ما طحنت الحوت غادي ندوز باش نطحن المطيشه حتى هي مع دوك الطروس اللي خليت ديال الثومه. غادي ندوز دابا للحوت اللي طحنت، غادي ندير ليه نصف ديال العطريه، والعطريه الاخرى غادي نخليها تنخلطها مع مطيشه. صافي، درت نص معلقه ديال التحميره، نص معلقه ديال السكنجبير، نص معلقه ديال الكمون، نص معلقه ديال الخرقوم البلدي، ونص معلقه ديال الهريسه، ونص معلقه ديال البزار، ونص معلقه ديال الملحه.
غادي نضيف عليه البصله اللي طحنت مع القزبر والمعدنوس، وغادي نضيف الرز. بالنسبه لهذه الطريقه البنات راها زوينه حتى في الشوايه، الا بغيتو ديروا الكفته ديال الحوت مشويه غير ما ديروش الرز صافي. وغادي نخلط كل شيء، غادي ناخد مطيشه اللي طحنت غادي نضيف ليها العطريه اللي بقات عندي، ونضيف معاها نص كاس ديال الزيت. من بعد ما فرشت خيزو في الطاجين غادي نضيف عليه مطيشه اللي خلطت مع العطريه، صافي. دابا غادي ندوز باش نكور الكفته اللي عندي ونستفها في الطاجين. البنات راني نسيت ما ذكرتش لكم في الاول الحامض، حتى هو غادي نضيفه ضروري، وشويه ديال الزيتون. انا عندي هنايا الزيتون البلدي، تقدروا ديروا اي زيتون متوفر عندكم صافي. هذا هو الطاجين من بعد ما استفت فيه الكفته كامله كيف ما كتشوفوا معايا. غادي ندوز دابا باش نستف فيه الفلفله الخضراء، تقدروا ديروا حتى الالوان الا كانت عندكم الحمراء والصفراء. غادي نضيف عليها جوج فلفلات حارين، وغادي نضيف نص حامضة اللي قسمتها على جوج، وغنضيف كذلك جوج ورق ديال سيدنا موسى. وآخر حاجة غادي نضيفها هي الزيتون. صافي وهذا هو الطاجين ديالي من بعد ما ساليتو. دابا غادي نشعل عليه نار مهيله ونخليه يطيب على خاطرو، وما نساوش مره ما نشوفوه ينشف نزيدو شويه ديال الماء حيت الرز كيشرب الماء صافي. وهذا هو الشكل النهائي ديال الطاجين من بعد ما طاب.
كيجي لذيذ بزاف، كيجي شارب العطريه. كنتمنى انكم تجربوه. وما تنسوش تخليوا ليا لي لايك ديالكم ولي كومونتير الزوينه ديالكم، وشكرا لكم على المتابعه، ونتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله.